فأراد أي فرعون أن يستفزهم من الأرض. نشوف كلمة يستفزهم، نأخذ ما ورد في الآية 76 من سورة الإسراء، السورة نفسها. الله سبحانه وتعالى يقول في حق الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا، يعني قريش، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. إذن ديروا بالكم، الاستفزاز شيء والإخراج شيء ثاني، واستفزاز من أجل الإخراج. لكن هون في الآية: فأراد أن يستفزهم من الأرض، ما قالش ليخرجهم، لأنه هو أصلا بدهم، هو ما بده إياهم يخرجوا. لأنه لو فرعون مستعد أنه يخرجهم محلولة المشكلة، ما فيش داعي يتبع وراء موسى. مو أصلا موسى عليه السلام شو كان يقول له؟ أن أرسل معي بني إسرائيل، يعني جاي موسى يخدهم. إذن كان قال له خدهم، لا كيف يخدهم؟ كل الاعتماد عليهم. كيف يخدهم؟ تصور عندك مصنع فيه 2000 عامل، يقول لك والله إذا ممكن بدنا العمال. نو عمال، وين رايحين أنتوا؟ انتبهتوا كيف؟ بدك تأخذهم واللي وهم متشعبين في الحياة كلها، ممكن منهم الخباز، ممكن منهم الحارس، الفارس، الطبيب، ال 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 ولا دول أمة، هدول أمة أمة. فبالتالي هو بدوش يخرجهم فرعون. ولذلك استغرب أنا كتب بعض كتب التفسير إنه بتفسر يستفزهم قال يعني يخرجهم. هو كل أصلا مشكلة فرعون إنه بدوش إياهم يخرجوا، كان بسطها على موسى، ليش يلحقوا أصلا؟ إذا بده يخرجهم يلحقوا ليش؟ فأراد أن يستفزهم من الأرض. أنتوا إذا بتلاحظوا إحنا بنستخدم هذا التعبير، بنقول فلان مستفز، استفزه. لما بتكون مطمئن بتكون هيك مستقر وثابت هادي. إذا من علامات الاطمئنان والهدوء الثبات بشيك والاستقرار. ولذلك دائما بيعبروا الناس بيقولوا بدنا مجتمع مستقر مطمئن، بس المستفز شو بكون؟ عكسها بالضبط، عكس الاستقرار وعكس الاطمئنان في الاستفزاز. والاستفزاز فيه خفة، إنسان صاحب وقار تستفزه شو بصير؟ بصير خفيف ومش مستقر ومش مطمئن ومضطرب، بكاد يطير هذا المستفز. ففرعون مشان يضغط عليهم، لحظة، مشان يضغط عليهم بدأ يهددهم في استقرارهم وأمنهم وطمأنينتهم تماما، زي ما بتعمل اليوم جيوش في سوريا.